سيدرا بيوتي تضع النقاط على الحروف، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد خروج نالين بيوتي بريلز ترد على التنمر الذي واجهته مؤخرا في التعليقات بأنها نحيفة جدا، خرجت سيدرا أيضا مؤخرا في لايف ترد على تساؤلات المتابعين حول هذا الموضوع، وعلقت سيدرا على هذا الموضوع أن نالين بيوتي مرت بفترة صعبة وطلبت من الجميع ألا يتدخلوا في هذا الموضوع. وكانت التعليقات حول مقطع سيدرا بيوتي أن سبب نحفت نالين هو خطوبة غيث مروان، ومن جهة أخرى هناك فئة أكدت أن نالين بيوتي لم تكن مرتبطة بغيث وأنه كان مجرد صديق لها. رأيكم أنتم بخصوص هذا الخبر؟ كان في وحدة كتبت اللي نارين هيك نحفانة. أنا برأيي أنه ما حدا يتدخل بالموضوع عاد، لأنه مو شغل حدا، و يا ما بدي أحكي كتير، بس كتير عالم منكم بحبوا يعلقوا قبل ما يعرفوا بشو الواحد يمر أو بشو واحد يعني داخل فترة صعبة أو مر عليك شغلة، فخلينا منحب بعض.